عسلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة لريكاب سيا، باش نرجع فيها على الأحداث اللي صارت في الأسبوع اللي فات واللي تهم نادي الإفريقي. دونك اليوم باش نحكو فورسيمون على الموضوع القديم الجديد اللي هو تاع الكاميرونيين واللي عاود أثاره محامي لكاميروني، دونك باش نرجع عليه بالدتاي، وزادة باش نحكو على فرق كرة القدم وعلى التربص وعلى المباراة الودية اللي لعبوها مع الملعب التونسي، باش نحكو شوية زادة على شكون من الملاعبية الزوز اللي غادروا تربص نادي الافريقي احتجاجا على مستحقاتهم المالية. عنا ملاعبي زادة كان قدم مدد في العقد بتاعه مع نادي الافريقي، باش نحكو على المدرب المساعد لسعد الدريدي اللي كان عطى تصريح كافي على السيتواسيون كاملة متاع الفريق وعلى الاستعدادات والتمارين والتربص وشنو الحضور الذهني خاصة الذهني والبدني للمعبية، وثم برشة تفاصيل أخرى باش نحكو فيها. دونك ابقوا معنا، ما تنسوش بالطبيعة قبل ما نبدو نذكركم تشتركوا في القناة وتشغلوا لي نوتيفيكاسيون. مرحبا بكم. أول موضوع باش نبدأ به اليوم بطبيعة الحال واللي هو موضوع الساعة واللي هو موضوع اللي دو كاميرونيين اللي جاوا النادي الإفريقي، وكنا حكينا فيه الموضوع هذا برشا مرات وكنا تصورنا اللي هو تسكر كومبليتمون بعد خرجت الفيفا قرارها النهائي بتغريم النادي الإفريقي بخلاص كامل مسحقات الملعبية الكونترا بكله حوالي مليار ونص كانت حكمت بها الفيفا باش تخلص الملعبية. وهنايا كما كل ملفات الأخرى شاك فوا للفيفا تسكر ان دوسي وتحكم فيها نهائيا بمبلغ معين يتم خلاصه من النادي الافريقي، كنا تصورنا بلي كان تسكر الموضوع هذا كما الملفات الاخرى في انتظار الخلاص، خاصه لانه الفيفا كانت ارغمت النادي الافريقي على خلاص مليار ونص مع الحرمان من الانتدابات لثلاث فترات متتاليه. تو شهر التالي من خرج القرار ابري بلوز او موان نتفاجئوا نهارين تالي بالمحامي البلجيكي تاع الكاميرونيين الزوز عاود اثار الموضوع، لكن من كوتي اخرى تو يحب يعمل تتبعات باتهام نادي الافريقي بتدليس الوثائق اللي خدمتها للفيفا. هنايا ثم يعني العوده للموضوع هذا بعد لا تسكر من جديد اثار عديد من التساؤلات عن جميع النادي الافريقي، لانه ثم شكون وراء الموضوع بفعل فاعل، واحنا ناكدوا اللي هو بفعل فاعل ثم شكون يحب يعاود يحير الموضوع بالعاني باش يحط النادي الافريقي في اشكالات اخرى جديده وكبيره، والمره هذه اشكالات صعيبه ياسر، واللي هو لانه المحامي كما تعرفوا كان طالب بتجميد عبد السلام يونسي مدة 12 شهر مع إنزال النادي الإفريقي للقسم الثاني، هذا مطالب نتاعو أكهو. دونك شهر بعد ما حكمت الفيفا يعاود يتحير بمطالب هذه، دونك أكيد تم شكون وراء الحكاية هذه. كمال بن خليل اللي كان مسير سابق ونتقل رسمي سابق في هيئة عبد السلام اليونسي كان دخل في واحدة من الإذاعات وكان أكد بأنه تم لعبة تتلعب ضد النادي الإفريقي متورط فيها وكيل الأعمال الملاعبي بمساعدة واحد تونسي شخصية رياضية تونسية، ما كانش عطى الاسم بطبيعة وهذا مفهوم لأنه ثم تتبعات عدلية بعد، لكن أكد بأنه ثم شكون وراء الحكاية هذه. نسمع بعضنا التصريح متاع كمال بن خليل. اللي صاير في النادي الإفريقي أنه هل باش ما نطورش برشا على الناس، انه انا اللي استغربت له وخلاني معناتها نتساءل مع صديق ليا انه فريق اللاعبين ربحوا القضيه نتاعهم في الطور الابتدائي، معناتها الفيفا حكمت لهم بالاداء، فاش قام هالتصعيد هذايا المجاني وايداع هالشكايه هذيا بين ظفرين من اجل التدليس، توا هذوما ربحين القضيه نتاعهم، يقول القائل كان جاوا خسروها والفيفا اعتمدت وثائق معناتها يجي ويقولوا لا راهي الوثائق هذه مدلسه، لكن هذوما رابحين القضيه، علاش يقوموا بمثال هذا؟ لسبب بسيط، من خلال ونعاود نقولها مره اخرى، من خلال التسجيلات اللي عندي واللي هي صادره وموجوده تقريبا 8 أو 9 تسجيلات حصلت عليها كلها تؤكد في ومع الوثائق اللي تحصلت عليهم زادة انه النادي الافريقي ضحيه وعرضه لعمليه ابتزاز وتهديد. نوضح لك في تطور الاحداث. اعطيني انت تو قلت لي زوج حاجات، قلت لي تسجيلات وقلت لي وثائق، خلينا نبدا بالتسجيلات. شنو اللي فيها التسجيلات؟ فيها معناتها تصريح صوتي ومكالمات هاتفيه صادره على وكيل اللاعبين هذا الكاميروني الجنسيه
فيها حرص شديد من جانبه تجاه رئيس النادي الافريقي على انه في اقرب الاجال يعطيه الفلوس. معناتها كلمه دون موا لارجون دون موا لارجون تعاودت تقريبا نقولك 200 مره، وفيها معناتها اعتراف انهم تسلموا الى حد اللحظه 110 الف اورو، لكنه هو غاضب انه الفلوس هذه مشات كلها الى اللاعبين والى مكتب المحاماه اللي هما طعنوا فيه. دونك التسجيلات فيها اعتراف، كذلك التسجيلات فيها اعتراف من الوكيل هذا نسمع فيها واضحه، وتو نقدموها نحن القضاء لانه انا طلبت من رئيس النادي باش يقوم بشكايه على في اسرع الاجال، مش ممكن ننتظروا الهيئه جديده. قلت له نهار الاثنين اذا كان ما عملهاش انا بصفتي منخرط ولا اي منخرط باش نصبها الشكايه. قلت لك علاش؟ لانه التسجيلات فيها اشاره واضحه شي يقول له الوكيل من بين الكلام اللي قاعد يتقال، يقول له اسمع، معناتها نحكي بالعربي لكن هو يتكلم بالفرنسي، يقول له اسمع راهو الفيفا تعرف لافوكا يحط الدوموند من هنا والفيفا راهي تصدقه ما يفتقع تسمعك، انت عندك لافير نتاع العلم قبل وراه مش باش يقعدوا يثبتوا معك برشا. معناتها السيد بيان ارمي معناتها يعرف مليح، انطلق من ملف العلم وشبهة التبليس التي رمي بها انذاك النادي الافريقي، فانطلاقا من هذاك قعد يلعب على مسألة التبليس. وكان تلاحظوا طعنوا بالتدليس فك الوثيقة الأولانية بالكل اللي أمضاوها اللاعبين في تونس، قالوا راهي مدلسة الفيفا، ما قالتش مدلسة لكن استبعدتها خاطر قالت الكونتوني نتاعها ما هوش ممكن يكون فسق. يجي اليوم الوكيل هذايا ونفاجأ كلنا بأنه الشكوى نتاع التدليس شنو المناط نتاعها؟ المناط نتاعها أنه الصلح الذي تم بين النادي الإفريقي واللاعبين طعنوا فيه بالتدليس، قالوا راهو لا وجود له، وهو معلاش طعنوا فيه بالتدليس للضغط على رئيس النادي باش يسلمهم الفلوس في الايام، خاطر توا في التسجيلات باش يقول له دوما دوما على اليوم هذوما البارح راهو مكالمات معناتها البارح، خاطر انا تعمدت اني نثيرهم المكالمات هذوما، يقول له نو بريزيدون دوما تي دون لارجون دوما تي دون لارجون دوما تي دون لارجون، يعاود فيها ويقول له كيفاش نعطيك الفلوس وما فماش حدود وكذا، والمبلغ راهو حطيته انا 27000 اورو، يحبوا على 27000 اورو. تو انت رابح قضيتك وتحب تو ايميدياتمون رابح معناتها مليار ونص وتحب على 90 مليون، الامر لا يستقيم. علاش؟ لانهم هم على يقين انه في الاستئناف النادي الافريقي باش يربح القضيه نتاعو، لانه الصلح الذي تم مع المكتب المحاماه مكروا فيه، لكن الفيفا باش تعتمدوا لانه الامضاءات صحيحه والتعريف نتاع الامضاء صحيح ومكتب المحاماه موجود. على شنو لعبوا هما خويا حيدر؟ قالوا انه الوكيل هذايا، وانا نعاود نقول انه الوكيل المشكله والكارثه في وكيل اللاعبين الكاميروني هذايا، اللاعبين جاوا صح يعني خلينا نقولوها بالعربي بالساهل هكا الناس اللي تسمع ما وصلوش بارو، يحب يعمل مشكل بالضبط. هذا هو يحب يعمل مشكل، ويعرف مليح في التسجيلات عنا انه هو السيد على اطلاع بوضعيه النادي الافريقي، ويعرف اللي رئيس النادي الافريقي مغادر بعد 20 يوم على الاكثر، يقول له نو بريزيدون توا تي بار، منين باش نجيب الفلوس؟ منين باش ناخذ الفلوس؟ دونك باش يقول له، وانه هذايا خلتني نشك انه حتى شكايه مصبوبه، انا وليت نشك انه بعثها هذيك على وسائل التواصل الاجتماعي الورقه اللي خرجت البارح فقط لترهيب وارهاب الرئيس، لانه انا يا حبذا تكون هذه الحقيقه يا حبذا. لا لا علاش؟ لانه هو شو يقول له؟ يقول له عبد السلام، يقول له ثم اجراءات قانونيه لابد من القيام بها عن طريق المكتب هذا، يقول له نو با لافوكا با لافوكا، انت ابعث لي الفلوس، يقول له كيفاش نبعث لك الفلوس؟ يقول له اوكا فلان تو يجيك في تونس اعطيه الفلوس بالدينار التونسي، اوكا فلان. ولهنا علاش انا حكيت على تواطئ جهات هنا في تونس، يقول له اوكا فلان تو يجيك اعطيه الفلوس، اعطيه له هو يعطيك الفلوس. فلان من غير ما نسالك على اسمه على خاطر ماكش تقول لي اسمه، مانيش انا بدي نعرف كمان، لانه من مصلحتي ما نسميهش، خاطر عندنا بقدره ربي اليوم باش يجينا الدليل المادي على انه السيد هذا موجود. متفاهمين في هذا؟ متفاهمين. خليني نكمل السؤال الصغير هذا كمان ونخليك تكمل. مانيش نسال على اسم كما قلت لي، ماكش تقول لي لازم، لكن هو في اي قطاع ومحسوب مثلا على اي جهه؟ في القطاع الرياضي معناه هو ناشط في القطاع الرياضي، ناشط في المجال الرياضي. ناشط ولا كان ناشط؟ ها؟ ناشط ولا كان ناشط؟ لا ناشط، ديما ناشط. ناشط في المجال الرياضي. يقول لي ناشط أكثر من اللازم. موجود. أي ناشط أكثر من اللازم. دونك يقول له أعطيني الفلوس، هات الفلوس، معناتها كلمة هات الفلوس قاعدة تتعاود بشكل متكرر. يقول له أتو يجيك فلان أعطيه الفلوس، وتو نعملوا فيديو
ونعملوا ورقه نقولوا فيها راهو النادي الافريقي خطيه. الورقه موجوده ديجا، الكونفنسيون موجوده. انا نحب ناكد ودليلي على ذلك انه هالكونفنسيون هذه هي موافقه في السفاره في وزاره الخارجيه الكاميرونيه. معناتها الكونفنسيون قبل ما يجي المحامي اللي هما نكروه، علاش نكروه؟ شوف الخبث حيدر قالوا في الحيثيات نتاعهم، قالوا انه المحامي هذا دليلهم على انه هالوثيقه ما تصلح مزور، انه المحامي لا وجود له في جدول المحامين الكاميرونيين. انا نشرت على صفحتي جواز سفر الالماني نتاع المحامي، لان المحامي اللي جاء لتونس صحيح هو محامي كامروني لكنه يحمل جنسيه مزدوجه، عنده جنسيه المانيه والى اجيب بالجنسيه الالمانيه وهو مستقر في المانيا. وحتى شيء ما يمنعني انا كمحامي مستقر في تونس اني نتعامل مع مكتب مثلا موجود في المانيا ولا في هو ذا يعمل. هو مستقر في المانيا لكنه يتعامل مع المكتب هذا كان نسميه مثلا مش شهار حيدر لانه مكتب كامروني. هو هذا مكتب مدام اكام يا سوشي، المكتب هذا هو اللي قام بالعمليه وعمل الصلح، وعندهم توكيل معرف عليها بالإمضاء بتاع اللاعبين يقولوا إنهم يسندون توكيلا حصريا للمكتب هذا للقيام بأرانجمون ألاميابل افيك لو كلوب افريكان. المكتب هذا موجود وعنده وجود المكتب هذا موجود أي قائم الذات إنه البارح نكروا على المحامي البلجيكي نكر في هذا، قال إنه مش موجود أصلا موجود المكتب وعندهم النادي الإفريقي دليل على ذلك إنه الفريق بتاع اللاعبين الزوز هذا ستارز دو على ستارز تم خلاصه في مستحقاته متاع انتقال اللاعبين عن طريق المكتب هذا. واضح. والفريق هذا يعطى للنادي الافريقي وصل خلاص، وقت الوكيل هذا لا وجود له في العملية اللي تمت بين الفريق والنادي الافريقي ما صارتش مشكلة، والعملية تمت بسلاسة واخذوا فلوسهم. الوكيل هذا قاعد حارس يعرف وضعية النادي الافريقي اللي هي وضعية معناتها حرجة وثم لخبطة وثم عرك ومعروك، ويعرف عنده قناعة اللي 6 أشهر ولا 4 أشهر نادي الإفريقي باش يربح الدعوة نتاعو في الاستئناف لوجود هالصلح هذايا. فاش يقول لك كما قلت أنت خل ناخذ على بكري بايتي، وصار تهديد كبير. وهذايا التهديد أنا شخصيا نصحت رئيس النادي الإفريقي باش يقدم شكاية أنه يصب شكاية جزائية ضد الوكيل هذا ضد الطرف التونسي وكل من يكشف عنه البحث. واضح. خليني توا ونتمنى تجاوبني في 10 ثواني فقط كامل بالخليل. اليوم اللي يسمع اللي حاب النادي الافريقي واللي الاخبار فاجعوا كما فاجع الناس الكل البارح، النجم نقولوا له راه ادله براءه النادي الافريقي موجوده ما تتقلقش. انا نقول اللي ادله براءه النادي الافريقي موجوده ما يلزموش يتقلق، لكن صراحه نقولها على الهيئه المديره في الفتره هذه الوجيزه اللي تبقات انها تقوم بكل قوه وبكل عنف. الوكيل هذا انا على مسؤوليتي نقول انه انسان صعلوك، انسان باندي اكثر منه وكيل لاعبين هالكامروني هذا، طريقه التصرف نتاعو نتاع انسان يحب يفكلك. دونك انا نقول انه على الهيئه ان تتحرك ان تودع شكايه في القضاء التونسي في القضاء السويسري وحتى لدى الفيفا ضد هالوكيل هذا والممارسات نتاعو. الوثائق الموجوده تبرأ النادي الافريقي، يلزم النادي الافريقي يتحرك بقوه ويبتعد عن موقع الدفاع، يلزمه يبادر الى الهجوم. كما سمعنا مع بعضنا تصريح كمال بن خليل، ثم دلائل وثم تسجيلات صوتية يعني تبين بأنه الوكيل الأعمال متاع الكاميروني زوز مع مساعدة من رياضي تونسي يحبوا يغرقوا النادي الإفريقي أكثر فأكثر. احنا زاد يلزم نربطوا شوية الأحداث ببعضها. مثلا قبل كنت تذكروا كنا سمعنا تصريح متاع منوب الحداد بعد فسخ عقده مع النادي الإفريقي، كان عطى تصريح إذاعي وأكد فيه بأنه ما عندوش حتى فكرة على ليش الدوسي متاعه تسكر بالسرعة هذيك، يعني مش كيما اللعبية الأخرى، ثم لعبية من نوادي أخرى بقات سنين الدوسيات نتاعها محلولة وهو تسكر يعني بسرعة كبيرة برشا. وكيف سألوا المنشط متاع البرنامج اللي عمل معاه الانترفيو شكون اللي وراء تسكير الدوسي، هو ما يعرفش كومبليتمون ديجا حسب الدوسي في سما تسكر. قبل زاد كانت بعض المسؤولين تشكوا من العديد من الأطراف، منها شكون محسوب على النادي الإفريقي، منها شكون من خارج النادي الإفريقي يسعوا ديما باش يسكروا يعني يسكروا يستعملوا في لي بوفوار نتاعهم ومعارفهم باش يسكروا دوسيات النادي الإفريقي بسرعة كبيرة باش الخطايا تكثر ورا بعضها. كنا ما نصدقوش كجماهير بطبيعة الحال بأنه ما عادش كونفيونس مع الهيئة عبد السلام يونسي، لكن الأحداث شاك فوا تجي وتثبت بلي أنه ثم بالحق شكون وراء اللي صاير في النادي الافريقي كل. بطبيعه
هنايا يعني من نحوش مسؤوليه الهيئه نتاع عبد السلام يوسف بالطبيعه هي المسؤوله بنسبه 99%، حتى ولانه ثم شكون يدز ويحب يغرق النادي الافريقي، لكن ما هو اكيد ماهوش هو ريسبونسابل على صار في النادي الافريقي، لكن يمكن هو يسرع باش تكون يعني الاثار نتاع التتبعات اكبر واسرع، وبطبيعه كي تكثر دوسيات ورا بعضها وتطيح او ميم طون تولي حلانها صعيب برشا. جوست نذكركم شويه بشنو قال منو الحداد في التصريح نتاعو باش نفهموا اكثر الموضوع ونعاودوا نرجعوا من جديد. حتى مش كيت فما شكون كيف سبحان الله في الفيفا ما نعرفش شكون دز معايا ولا ما نعرفش فسخت. لعبت قعدت بيت مثلا علاء المرزوقي مع السي اس اس من اكتوبر شاكي بالسي اس اس اللي تحكم فيها القضيه. انت تك تك الحكايه جات في سعفيش علاش؟ اي تك تك ما نعرفش فما شكون في الفيدراسيون دز في الدوسي ما نعرفش كيفاش. شكون الافوكا نتاعك؟ سليم. شكون؟ سليم تعرفوا؟ بولا صنيمه؟ اللي فصل على الدراج زاد.